انا عرفت انه بش يكون ترافل بلوجر. والله حتى انا عرفت اخيرا شفتكم. يا اهلا نورتينا. او طيب اول شيء انا احمد عزيز صانع محتوى بنفس الوقت امثل. انا مره احب فلوقات ومره اتابعه بشده يعني لاني احب السفر احب التصوير احب يعني كيف طريقه تصويره. انا انسان مريت بتجارب من قبل كنت فانا بعطيكم التجارب هذه وانتم كيفكم. انتم الحين مطربين كلكم اصواتكم حلوه بس صناعه محتوى مهمه لكم لان لما انت تطلع من هنا ما حيكون في عندك التيم حق ام بي سي. مين راح يسوي لك سوشيال ميديا؟ ما في احد راح يساعدكم، ما في احد راح يصورك، ما في احد راح يحط لك افكار. فانت من نفسك لازم من الحين تتعلم علشان تحط هذه الافكار بعدين لانك حتكون لحالي. فالنقطه الاولى اللي راح اقولها هي ان انا تابعتكم كلكم، في اشياء نفسيه تلعب دور عندي وانا قاعد اتابعك. بدر انا ليش الحين قاعد اتابعك؟ لاني انا احبك، مثلا ابغى اشوفك، انا فانز لك، انت جوري ايش سويتي لما صحيتي من النوم؟ مثلا حطيتي الفطور اللي انت فطرتي؟ انت البارحة قاعد تلعب بلياردو، صورت وانت قاعد تلعب بلياردو؟ لا عملت ريبوست، انا اتكلم عن الستوري، فانت لو صورتني مثلا وانت شو عملت امبارح انا؟ انت بالذات ما تحط اي شيء فما راح اعرف انت ايش عامل. عن جد طلعت عم تراقبنا. صراحة صدمني، يتابع ادق التفاصيل. يعني ما نقدر نكذب عليك صراحة يعني. اي لا لا لا, لا تكذب علي، انا قاعد اشوفكم من خلال البرنامج على شاهد بلس على ام بي سي، قاعد اشوف يومياتكم وحابكم، لكن بعدين لما انتم تطلعوا مين حيصوركم طيب؟ مين حيحط يومياتكم؟ صح راح تطلعوا بس كذا حسابات رسمية، انا اليوم عندي حفلة، حطيت صورتك في الحفلة، وبعدين يا زينب وانت حاطة في الحفلة صورة كذا، وبعدين صورة وانت كذا وصورتي، طب انا استفدت ايش؟ كمتابع انا احبك انت، فانا ابغى اتابعك انت، وابغى اتقرب منك انت، فابغى اشوف حياتك انت. بعد بوليفارد المواهب الواحد صار حرفيا كتاب مكشوف قدام الناس، ليه ما اوريهم يومياتي الفعلية كمان في الجوال؟ النقطة الثانية اللي هي انك ما تكون صنم. الحين انت مثلا عندك 1000 تعليق. حترد عليهم كلهم؟ لا. حددوا انه بعد كل بوست عندي نص ساعة ارد على 20 شخص. 30 شخص. بس هول ال 20 شخص 30 شخص الباقي بيصير يقول ليش رديت على هاي المرة؟ لا بالعكس راح يشوفوك انك انت قاعد تقرا تعليقات، بالعكس يحفزني خليني اتفاعل اكثر. ايوه بالضبط. فانا الحين اذا انت ما رديت علي ولا تفاعلت معي وانا قاعد اكتب راح اطفش وما عاد اكتب لك تعليق لانك انت ما راح ترد لانك انت صنم اصلا. صراحه غناخذ هذه النصيحه بعين الاعتبار على قبل احنا جوج يعني نقدروا نقسموا من كل نهار واحد مثلا انت تعمل نهار انا اعمل نهار مانيش باش نحسوا بيها اذا 30 دقيقه في اليوم. في شيء برضو يحط حاجز بيني وبين المتابعين اللي هو زي جوري مثلا دائما تحطي فلتر. انا احط فلاتر الارض كلها. اذا جيتي تصوري بالكاميرا العاديه فلوقات ما راح تقتنعي بالكاميرا راح تحسي انه هذا مو انا لانه تعودتي على شكلك مثلا بالفلتر. انا ما كانت عندي هذه الجرأة انه اطلع بدون فلتر، انا متعودة فلتر زوايا محددة من انه تصوير كذا، بس من اليوم ورايح ما عاد في فلاتر ان شاء الله. النقطة هذه بعدها جدا مهمة اللي هي الموضوع البصري، انه يكون اول شيء فيه جودة بالتصوير. يعني شوف انا اصور في هذه، لكن انت ممكن تستغني عنها وتستخدم الجوال، لان الجوال الايام هذه يعني جودته جدا عالية.